صفا توا يا خير، هاي هكا خير برشا. يا باهي. اسمعني، قلت لك في تونس نجم نشوفك جماعة اخرى، ولا كان ليسبيرونس في تونس؟ لا الحقيقة كان ليسبيرونس ان شاء الله. باهي. في مصر قلت لك كانت عندك تجربة ناجحة مع الزمالك، حتى المسار اليوم يحبوك جمهور الزمالك ويبعثوا لي حتى مساجات. صحيح صحيح. والله من اروع التجارب اللي خذتها الحقيقة في مسيرتي. صاحبي شاني هو ربي يخليك. بالله نعم نتوجه بتحية الاسلام، نحب نتوجه بالله بتحية اي خبيثة اسمع فيه. لاصحابي، اللي يلعبوا معايا في البرو كلوب في الفيفا. نحب نتوجه لهم الكل، ما نحبش نسمي، لكن نحب نتوجه لهم الكل بتحية كبيرة الحقيقة. ناس معناها بالحق من اخلاق من اروع ما فما، وراه اسمع كلوبيستية ومكشخين ويحبوا ليتوال الكل 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 سلم عليكم. سلم عليهم الكل، سورتو كولاية شانيور خويا توب جناح. اي ومنيح بتاخد برو ولا والله يا خويا انا احكي لك، مش احكي لك فاز بسيت اليوم، هبطوا تيم اوف ذا سيزون معناها فريق الموسم سناء بار بوست، معناها اختاروا لي بوست. انا خويا في ليكيب دو لا سيزون اختاروني، معناها سبحان في الله. الشامبيونات سناء موجود في التيم معناها في الفريق نتاع الموسم الحمد لله في الفيفا. حاسك عامل عليها كيف الحكايه على الاخر. والله اخويا شيخ عليها على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر. ديجا نكمل معاك توا، وعندي سيسيون انترينمون الليله مع الجمعيه، كل ليله ترينيو. وفاق فما بريمات. تحت الدوش خويا. نحكي شوية على قلت كيف لك الزمالك كنا في فيها الزمالك. ساعه، ما كملت لكش خويا الحقيقه. حليت لي قوس. الجمعيه عشت عشت فيها ايامات حلوه على الاخر، ونحب نشكرهم على الفتره هذيك، وشورتو اللاعبين اللي كيفاش خلاوني الحقيقه ندخل في الجو بتاع الجروب، خلوني ندخل في الفريق معناها بالحق من اروع ما يمكن. الناس فرحوا بيا على الاخر على الاخر، اولهم الاحمر اللي هو قائد الفريق، للطاقم الفني، للاعبين الكل اللي تشوف معناها لليوم علاقتي طيبه بهم، لليوم معناها نحكيهم مع بعضنا نتكلموا يعطيهم الصحه، وكيف كيف جمهورهم اللي لليوم الحقيقه لليوم الناس تبعث لي في المساجات تشكر فيا وتحبني نعاود نرجع بحذاهم للزمالك. نحب نوجه لهم تحيه كبيره الكل، ونقول لهم يعطيكم الصحه وراو ديما على راسي وعيني ان شاء الله. السلام عليكم الناس الكل. باهي عاش. نحكي لك، نحكي على المنتخب وسامة. كان لك شنو صار؟ العباد كي اللي قعدت شوية غصة في قلوبها. والله غصه في قلوبنا الناس الكل، الحقيقه غصه في قلوبنا الناس الكل. بالله نحب نوجه تحيه لسي بن عمار استاذي في قراني في لينابس، قراني معناها السلام عليكم. من اروع لي بروف اللي قريت عندهم، ربي يخليك سي بن عمار، وان شاء الله رمضانك مبروك. السلام عليكم. يعيش قلت لك كل تحية باش تخلصني اخوي. يا اخويا مالا ليه تدل تدل. الحقيقة الغصة نتاع المنتخب لليوم معناها الناس كل اليوم الناس كل ما زلنا بالحق حاسين، لكن الله غالب، هذيك الكورة فيها الربح وفيها الخسارة، ولازمنا نقبلوا الخسارة. المنتخب المصري كان نهارتها خير منا، لازمنا احنا نخدم على رواحنا ونصلحوا الحاجات اللي ما مشات لناش، وان شاء الله ربي يجيبنا في السوابق. المدرب يتحمل مسؤولية في الأخير، برشا لهم المدرب المحلي اللي عملتهم. والله يا اسلام باش نكون واضح معاك، نتحملوا مسؤوليه نسكن، المسؤوليه على عاتق، واكثر مسؤوليه نتحملها اللاعبين. بالنسبه لي انا نتحملوا احنا اللاعبين اكثر مسؤوليه من دولي. حقيقه ما كناش في نهارنا، ما فما جوارات تعداو اكوتي، فما جوارات ما حضروش بتاتر الفينال مليح، فما جوارات ما نعرفش حقيقه ما نعرفش، لكن ما مش هكاك يتلعب فينال كوب دافريك في تونس في بلادك، مش هكاك. انت كي قلت هي حسيتك متغش على اصحابك شوي. ليه ما تغش على روحي قبل ما تغش على اصحابي؟ اي غش خاطر على قلت روحي فما قبل جوات ما في حضرتش انا، مليح. لا قلت لك بتاتر، فما اي جوارات ما حضرتش. بتاتر هذيك زدتها باش تغلف باب. لا لا بالعكس، مانيش انا اليوم، شوف انا اليوم مانيش في بلاصه، والا مانيش في موقع باش انا نحلل والا نعطي رايي في اصحابي، فهمت؟ انا جوار من الجوارات اللي كان زدت بتاتر حاجه اخرى من عندي، بلوس من عندي، راهو زدت عاونت من لوم روحي قبل ما لوم اي واحد، فهمت؟ وهذيك الكوره معناها كل واحد شويه شويه، احنا سبور كوليكتيف شويه شويه وتمشي الامور.
فما من لعبية ظلمت وسام كانت تجي متعاونة ما مشيت الجملة اللي كان هكاك من الحقيقة متاع ربي مش أنا أنا بالنسبة لي الجروب هذاك أحسن جروب كان موجود وقتها. خاطر ما نجمش نقول حق ما نجمش نقول لك أي واحد من أصحابي ما الناس حذرنا الناس كل كيف كيف المدرب هذاك عمل الشوا نتاعو وهو يتحمل فيه مسؤوليته. لكن بالنسبة لي الجروب اللي كان موجود كان أحسن جروب وكان كان تبدلوا جوارات كيف كيف يكون أحسن جروب. معناه الجروب اللي توجد هو يكون أحسن جروب موجود يعني. برشا دبلوماسية أخوي. لا مش دبلوماسية هذاك هذاك واقع الكورة. هذاك واقع الكورة اسلام معناتها تنجمش معناتها نقول لك انا مش نقول نقول لك انا والله كان جاب فلان بلاست فلان راهي مشات الامور. لا مش هكا ما تقوليش بلاست فلان عارفيني كان جاب فلان ما فماش بالنسبة لي انا ما شوف باش نكونوا واضحين فما ناس اليوم ادرى مني انا وتعرف اللي فما جوارات بتاتر كانت نجم انت تعمل تشكيلة راه نجم انا ما احنا قداش من واحد في المنتخب احنا 18 لاعب في المنتخب كان كل جوار منا تعطيه يعمل تشكيله تلقى ديما فما جوارات ما تتبدل فهمت شنو نقصد معناها دونك ماهيش وانت لليوم تخرج تسال الشارع التونسي تلقى تنجم تسال 10 محللين كل محلل يعطيك تشكيله هي الناس في وسام ابو غنم عارف رايك انت وسام اكيد عندك نظرتك تحب تحتفظ بها قول لي نحب نحتفظ بها انا نظرتي نحب نحتفظ بها الحقيقه نتاعك هكا نفهمك بلاش دبلوماسي بيه أسامة الإقالة متاعه كانت بلاصتها شكون؟ المدرب هذا كسيتان كونترا هو معناه حسب ما سمعت مع حسب ما نعرف أنا عنده كونترا أوبجكتيف معناه إذا كان يهز الكوب دافريك يبقى كان يهز الكوب دافريك يمشي فهمت؟ شكون تشوف الخيار الأنسب اليوم لقيادة المنتخب؟ والله اللي بشي يجي اللي بشي يجي يزيد بالمنتخب اللي يجيب يعطي البلوس للمنتخب وينجم يهز المنتخب معناها الاليشال انترناسيونال اللي يطلع المنتخب يخليه في نيفو انترناسيونال معناها ويزي معناها بالحق إلامبوز كلمته في المنتخب مرحبا به سواء تونسي سواء اجنبي معناها اسم معين صعب سمع اسم مرتين انا معها على طول عبد الحق بن صالح كان يجيد برشا للمنتخب عبد الحق بن صالح احسن منسق في تونس في الوقت الحاضر احسن منسق في تونس معناها ما في مشكله بيه الجامعه متوجهه لخيار مدرب اجنبي فمش تونسي تشوفه قادر ينجح مع منتخب وسام فما برشا توانسه ينجموا ينجحوا مع المنتخب معناها اللي شد جمعيه كبيره في تونس ونجح بها من ينجم ينجح مع المنتخب معناها هي رايك كلها نبدا لك اش نقول لك معناها نجم سيناجيب اليوم يرمي في الترجي الرياضي التونسي وعامل معاها معناها دي زيكسبلوا كل معناها نجم ينجح مع المنتخب علاش لا؟ المنافسه مع رفيق باشا في البوست نتاعك كيفاش؟ منافسه على اروع ما يكون معناها ومن احسن باش نقول لك معناها بالحق من اروع الناس اللي عرفتهم معناها في حياتي رفيق لعبت انا وياه في الكلوب ولعبنا في المنتخب صاحبي على الاخر صاحبي بالكدا بالكدا ونسامباتيز بالكدا بالكدا وابار الكوره ديما مع بعض معناها نخرجوا مع بعضنا ديما نعملوا قهوه مع بعضنا في المنتخب كي نتقابلوا ديما نتقابلوا ونخرجوا مع بعضنا صاحبي بالكدا رفيق وناس طيبه على الاخر ونحبوا برشا الحقيقه وانا الحقيقه اصحابي الاولاد الكل في المنتخب اصحابي وكلنا حبايبات معنا مع بعضنا معنا شكل جماعه هكا وجماعه هكا بالعكس ديما تلقانا مخلطين حمص وزبيب ديما نفادلكوا ديما نضحكوا معنا جاونا به على الاخر. نجم نقول متهنين عليها البوست هذيك عمناوي اللي خذاها هو احسن لي سنا انت في الفريق تهنين عليها البوست هذيك معنا. والله شوف وقت اللي تعاقبت انا وقت اللي تعاقبت معنا بلوتو وقت اللي كنت انا غايب باشا يعطيه الصحه معناها كان في المستوى معناها عطى عدى كوب دافريك ما شاء الله عليه من اروع ما يكون الكوب دافريك هذه انا لعبت اكثر ومعناها والحمد لله معناها بتاتر كان باش العب زاد راه خذا هو ميريلي زاد معناها ماهيش مشكله هذيك فهمت اما الحاجه الباقي اللي البوست هذيك في المنتخب الوطني التونسي اليوم معناها بوست معناها متهنين عليها الحمد لله مريقله ديما موجوده معناها تعطي في البلوس ان شاء الله ربي كما نقولوا احنا ربي بقى علينا الستر قلت لي الجو باهي بين الملاعبيه اسامه في المنتخب شنو الحكايه نتاع اسامه الصافي خرج برشا تعاكس انت وياه
في المونديال. أشرف الصافي. أشرف الصافي سمعت. لا مانيش أنا، مانيش أنا، مانيش لا غلط، مش أنا على سار سوء تفاهم بينه هو وسامة حسني، مش أنا. فهمت. مش أنا بعيد. سوء تفاهم معناه عادي يصير في أي في أي جروب، فهمت؟ معناه عادي سوء تفاهم عادي. كبرت الحكاية، مانيش عارف علاش كبرت الحكاية بالفلسفة هذيك، معناه عادي. خي أنت هما الأخوات في الدار، أخوات في الدار يتعارفوا يتنابسوا. تاجات سي نورمال، بصير نبزيات سي نورمال اخي عادي هذه العيش. اي لهنا خاطر حاط شويه كلام على العلاقات في المنتخب ولا سجلت كان هذيك اعتبرت كيفاه؟ لا لا اخي شو يصيروا يصيروا نبزيات راهو حتى احنا في الكوب دافريك اخي ما نتنابزوش، ما نتنابزو نجم نتنابز انا و معناها انا واقرب الناس ليا في الجروب وقتها يعني. ما عادي معناها تتعدى معناها سبحان الله، واحد ساعات يبدا على اعصابه وساعات تبدا عنده مخ ومدراش فيه، فهمت؟ اما عملوا لها عملوا لها اسمع عملوا لها طاوله وكراسي وكبروها اكثر برشا مو على ربي باش نبداو الحين. باهي كما خلينا نسالك شويه مع فهم العباد. باهي مهدي بن حكيله قال لك علاش تحسوك ماتشات الكلوب تبدا مغلغل على الكلوب؟ لا ولا بالعكس مانيش مغلغل، بالعكس نلعب عادي نلعب نفس. شوف انا راني نلعب للكلوب، نلعب لبني خيار، نلعب كونتر منزل تميم، نلعب كونتر ليتوال، اي نلعب مع المنتخب كونتر المانيا كونتر ليبيا، نفس لونفي ونفس الراج دو فانكر، ما نحب نربح ما عندي حتى اريير بونسي، فهمت؟ باهي هذه باج اموغو دو ليكيب ناسيونال قالت لك شنو احسن لقب في مسيرتك؟ كوب دافريك، كوب دافريك 2012 مع المنتخب الوطني. باهي فهم شو قال لك شكون سبب باش نروح من فرنسا؟ نسوي جاوبت عليه قلت العائله. هذا هو كيفاه؟ شنو؟ قال لك شكون سبب باش نروح من فرنسا؟ قلت نسوي جاوبت عليه قلت العائله. بون ما عرفش شنو الاسم هذا يتفاهم ولا حاجه هكا، شنو حكايه قهوه المدينه في المهديه؟ ما نعرفش عندك علاقه بالحكايه هذه. والله نسابي مهديه دونك ديما نمشي نقعد غادي فهمت، نقعد مهديه الحقيقه من اروع ومن اشب البلايص اللي موجودين في تونس. فهمي شو قال لك تلعب كونتر المهديه شنو هي السونساسيون؟ برامون هو مهداوي. والله شوف معناها الحقيقة المهدية براس. شوف أول حاجة عشت فيها عام، قريت غادي عام، وكيف كيف 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 فيها دار نسابي، دونك معناها ميلونج، معناها الناس اللي راهم في السالة غادي كان نلقاهم نقابلهم براتيكمو كي نمشي في السيف غادي نلقاهم، معناها دونك معناها سونساسيون حلوة الحقيقة كي نكور في المهدية، سونساسيون مزيانة على الأخر. باهي هذايا بارامون مصري قيس غونجي حاجة هكا قال لك شنو رأيك في محمد سند؟ احسن جناح ايسر، احسن جناح ايمن في افريقيا في الوقت الحاضر، ولاعب ما شاء الله عليه قاعد يعمل في يوري في ايماج باهي على كره اليد الافريقيه وعلى اللاعبين الافارقه في البطوله الفرنسيه مع فريق نيم. نحب المناسبه هذه نوجه له تحيه ونقول له برافو سند وان شاء الله يكمل هكا. شنو السبب قال يلعب هو نسيبه؟ شكون نسيبك؟ نسيبي احمد الجيزين القز القزين يا سيد كورنا مع بعضنا في الكلوب. اي انسي قطع صابر طلع اي انسي قطع شنو هي الترجي بالنسبه ليك؟ بور لو مومون اخويا كل شيء، بعد عائلتي الترجي كل شيء. هذا مصري زياده برشا مساله بعثوا لي ما عندكش فكره. محمود كومي قال لك شنو جمهور الزمالك يذكرك بكل خير اسامه؟ ننتظر عودتك مره اخرى للقلعه البيضاء، هذه المره في نهائي ولا حاجه هكا ما عرفش. ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه كله. وانا زاد الحقيقه شرفني برشا اللي تقمزت ازياء الزمالك واللي لعبت في فريق كبير كما فريق الزمالك. سوار السويح احلى ذكرى مع الترجي واحسن اغنيه في راش تعجبك؟ والله الترجي الحقيقه كل عام فيه، كل عام نعديه يبقى لي منه ذكريات ما شاء الله، خاطر كل عام بريسك ديما فيه تيتروات، معناها كل عام فيه ذكريات نتاع تيتروات مزيانين وماتشات كبار،
دونك بالنسبه لي انا كل عام فيه ذكرى مع الترجي. واغنيه اونيكو اموري الحقيقه مزيانه على الاخر، عجبني على الاخر. نور الدين عطيه قال لك شنو رايك في لو جون اللي في الاسبيرونس؟ شنو رايي؟ لو جون اللي الاجنحه الصغار. اي والله الحقيقه باش نكون صريح، ماني ما تفرجتش برشا، لكن ما مانيش لحق نتاع ربي بور لو مومون، مانيش الرافي، ما مانيش الرافي حاجه كبيره، مش في الترجي برك، راهو جينيرالمون في تونس تاو اليوم اكثر بوست مهمله في تونس هي ليزيلي. دونك معناها ما تجينيش غريبه كيما تلقى ما نلقاوش ديزيلي، كان بعد كل فتره كبيره من الزمن. باهي احمد قال لك نحبوا الشامبيونز ليغ مع الترجي، وشنو هي طموحك مع ليسبيرونس؟ ان شاء الله طموحي ان شاء الله كيف نهز تشامبيونز ليغ مع ليسبيرونس ودوبلي. انا الحق نتاع ربي طموحي اللي نهز في عام نهز تيتروات اللي نلعب عليهم الكل، كو دوبلي في تونس و تشامبيونز ليغ و سوبر كوب، معناها او ميم طون اربع تيتروات في سيزون. هذا ان شاء الله هذا طموح لوبجيكتيف نتاعي في الدرج ان شاء الله. طولت عليك خويا، نكمل لك بكويز صغيره. لا بابا هادي بالعكس منور، ينورك. باهي شكون احسن لاعب تونسي توا؟ في الوقت الحاضر والله الاولاد الكل ما شاء الله عليهم الاخر، كل واحد في البوست نتاعو، ما انا بالحق والله ما نجمش نختار. والله يا اسلام صدقني راك تحط فيا في معناها في شو دبلوماسيه برشا خويا، مش دبلوماسيه والله ما شاء الله عليهم الاولاد، راه تبارك الله معناها شكون باش تختار، معناها كلهم تبارك الله عليهم، معناها في البوست نتاعهم معناها لي ميور، معناها اليوم ما تنجمش تختار. اي فما اكيد فما واحد هكا مفهوم شويه نقولوا بريتويز شغلك والله شغلك. ما الاولاد ما بالحق شوف الجزيري ما شاء الله عليه، شويرف ما شاء الله عليه، توا في الوقت الحاضر نحكي معناها اللي روندمون وكذا. خويا قال لك احسن جول انت، يرحم والديك يا مالي. والله انا كيف الاولاد الكل رانا معناها الكلنا نحاولوا نعاونوا باللي نقدروا، اما معناها ما قلت لك انا سور دي كريتير ما تنجمش تختار، خاطر كل ما شاء الله معناها فما واحد الي الاخر اريير، جوج تقول الي خير من اريير، فهمت؟ انا بالنسبه ليا يبقى وائل جلوس بور لو مومون انو با ديسكوتي وكا، ربي يشفي ان شاء الله، ربي يشفيه وربي يفرج عليه وكا. باهي شكون احسن لاعب في تاريخ تونس اللي خاط عليهم انت؟ في تاريخ تونس انا نختار ديما ثلاثه. باهي انا فما ثلاثه جواريات في تونس، انا راي سبحان الله، ونجم نخطا ونسيب بيان سور. في حراسة المرمى، باه تعرف كيفاش؟ ثلاثة لا تعرف كيفاش؟ قولوا عصام تاج ما يتعاودش، باه شبيكم تسمي ثلاثة وبعد بطلت؟ اي على خاطر لا من بون في جوار، بالنسبة لي أنا اللي عشته مع جوار كيما عصام ما نتصورش يتعاود عصام. لا وليد بن عمر يا صابر لا ما شاء الله، فما جاء حمام من بعد، جاء هيك المقنم، جاء معناه البازاريير، عصام ما راتش عيني حقيقه نتاع ربي، معناها سيتا حق قوه ربانيه من عند ربي سبحان الله، الشيء عنده من عند ربي معناها حاجه انورم. بيب واحد في الشامبيونات اللي يعبي تشوفه قادر ينجح في اوروبا؟ والله شوف عندنا برشا جواريات باهين في تونس، تبقى من بعد كيفاش هو يخمم. راه الجزيري الحقيقه سامي الجزيري راه ينجح بكدا بكدا ما شاء الله عليه، عنده بوتنسيال كبير على الاخر راه ينجح. وسامي الجزيري في اي بلاصه شكون نقرب بليك؟ ادريس الدريسي. الجارديان تقرا له حساب. هو اللي يلعبوا كونتري تو فما محمد صفر الحقيقه، معناها خاطر ما شاء الله عليه صفر عشنا مع بعضنا برشا، دونك صفر بلوز وموا يعرفني معناها تبارك الله، عشنا مع بعضنا يمكن 10 سنين، انا صفر كان مش اكثر معناها تبارك الله من 2017 13 سنه. لا فما انت صفر خاطر يلعب في البطوله التونسيه، فهمت؟ صفر خاطر موجود هوني في تونس، فهمت؟ باهي احسن مدرب تونسي
نجيب بن ثاني. مدرب عنده فضل عليك؟ المدربين الكل اللي ترينيت عندهم كل واحد شوف اللي ما اعطانيش برشا به يعطاني شويه به. قداش اول كل سنة معنى كل فيه؟ مدرب 400 دينار واخر سنة؟ لا واش باش كل اسرع لاعب ترينيت معاه ولا لعبت معاه؟ عبد الحق بن سالم اسرع قلت لك. اسرع لاعب عبد الحق بن سالم ابو يجري عبد الحق يذب عبد الحق مش يجري سمعتني ولا كيف كيفاش كيفاش قلت لك فاجئتني خاطر مستين سيلي زلي يجري وبرشا معناها لا معناه مع ليزيلي عبد الحق راهو معناه في اسرع حتى من ليزيلي شوي شكون ملاعب بكركار؟ وسام حسن ماتش في بالك ما تنساهش يقعد ماتش في بالك الكاليفيكاسيون للجوز اولمبيك مع المنتخب التونسي كي ربحنا منتخب مقدوني بونتو ما تنساهش فينال سوبر كوب دافريك كونتر الزمالك البيلانتي الاخر عندي انا ولعبه نو احلى بونتو ماركيتو بونتو مزيان لا الحقيقه برشا من فم برشا مزيانين من واحد هكا قاعد في بالك ما فماش ست متر طاح بها الجول ست متر طاحت بها الجول كونتر شكون؟ في الكوب دافريك والله نسيت كونتر شكون ست متر عملت فان طاح الجول اي ذا تفكرت هي بوي بونتو تمنيت لو كان انت سجلته بونتو تمنيت لو كان كنت انت ما نعرفش كانت تفكر ولا البونتو نتاع كرواتيا اللي خرج به ليلي ونقز عرفتك اللي عمل الجيست حتى تحت عظمته بالدار على باب الدار وبعد عملها زومبا مش زومبا درواتي اللي درواتي اي تفكرت البونتو هزة البونتو بالجول هذاك ولا هذاك باهي شنو الحاجة فيك ما تعجبكش؟ نرفوزي أحسن لاعب في العالم شكون؟ هانس ميكال هانس أحسن مدرب في العالم اي هوك اختاروه ديرنييرمون اللي راني في فاردار تو شكون القدوة نتاعك؟ كان قدوتي انور عياده ما بطل الكل آخر حاجة أسامة تو لعبت في الكلوب لاسبيرانس ترومبلي والمنتخب باش الزمالك والزمالك سامحني باش تعمل لي سبعة ملاعبية من أحسن ما فما وأنت معاهم من إيه؟ تشكيلة يا الله كموسى يا الله ايش كنت نحطه جارديا دريس دريسي جول صاحبي شو انا الاولاد الكل شو مش شو مش نمشي بلع مش نمشي مش نميل اكثر للعاطفه مش ما يتغش علي حد باه انت نحطه بحذاك الجزيري دومي سونتر دومي سونتر عبد الحق بن صالح اريير اريير دروا ايمن حماد الي الي دروا الي دروا الي دروا شوف فما رمزي المجدوب وطارق جلوس فور لو مومون بيفو اما طارق ربي يفرج عليه كان مدروب بيفو شوير فوجيات جبل الزوز خويا مناتها بالبيفو كل الاسبيرونس اللي خويا حاطيته معناها شوف هي ايكيب شوف انا عمال شوف فسر لك ريت ذي ذي اخيب سؤال في التاريخ خاطر انا نحب شوف اللي كيف اللي جيبش تعملها جيبش تدور من تشوي من تكوي انا تو نخير باش نقول لك اكزومبل نعمل ايكيب نعمل منتخب معناها ايكيب كامله
هكاك اخي نبدا عندك في كل بوست زوج ثلاثة دبلوماسي خويا دبلوماسي وشاو كلهم اصحابي ما نحب حد يتغش عليا فهمت كلهم اصحابي واخواتي اما هذيك معناها ان شاء الله ان شاء الله نتلموا مره اخرى في الخير وان شاء الله وربي وان شاء الله ننوروا تونس الكل ان شاء الله. خويا ميرسي بوكو يعطيك الصحه خليك في الاخر كان ربي يفضلك. بوبليك اسبيرونس ايكيب ناسيونال اللي تحب انت. والله نحب نقول لكم ان شاء الله رمضانكم مبروك مره اخرى كل وان شاء الله ان شاء الله ربي يزيد يعيدوا علينا بالفرحه وان شاء الله بعد رمضان عيدكم مبروك وكم انتوا ان شاء الله ربي يحيينا بخير. كيف كيف ان شاء الله ربي يعدينا هالمحنه على خير وتتعدى الامور سلامات ونرجعوا لعيشتنا العاديه ونحب نحيي عائلتي والناس اللي تحبني الكل وحتى اللي سبوني مسير شغل مسير كل عام انتم حيين بخير ومالا ديما كان سبان في الكوره عادي نورمال ما يقلقنيش حقيقه ما نتنرفزش ما نتقلقش من سبان خاطر معني عادي معني سهل انسان وراك لافي سب ما عادي نورمال ما يقلقش. عايشك يا اسلام اخويا ليلتك زينه. عايشك يا اسلام. عايش خويا الغالي ليلتكم زينه بابا. تشاو تشاو. دونك هذا كان معنا وسام البغان مي تعملوا ابوني كونت انستغرام كل ليله تلقاو لنا معنا ملاعب فوت هوند فولي ان شاء الله باسكيت لما لا الحوارات الكل بما فيهم حوار اسام البغان مي تلقاهم في الكونت شين يوتيوب اسلام مد تلقاو لي نتاعها الكونت انستغرام مرحبا بكم الناس الكل تلقاو كيف كيف الباج فيسبوك دونك تابعونا باش تلقاو كل ليله ملاعب نونسوكم بايامات الحجر الصحي ليتكم زين الناس الكل تصبحوا على خير.